هذا يسأل عن تناول الأدوية التي تحتوي على شحوم حيوانية، وهذه الأدوية مستوردة من الكفار. مسألة استيرادها من الكفار ما يمنع استعمالها إذا صارت مباحة، لكن الشحوم هذه إن كانت من حيوانات مباحة فلا بأس بها، لأن دهن الحيوان المباح مباح. أما إذا كانت هذه الشحوم من حيوانات محرمة كالخنزير والميتة، هذه لا يجوز استعمالها. نعم.